السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله خير. حضرتك كنت عايز أسألك كم سؤال كده. تفضل. حضرتك طبعا تسمع عن ظاهرة سب الدين والكلام ده بين الشباب، صح؟ السؤال: هل سب الدين شرك، صح؟ كفر بالله. طب والكفر ده هو يعني شرك؟ لازم يسلم من جديد، يشهد الشهادتين من جديد. وهل الشرك يغفر؟ ما هو إذا تاب منه الشخص قبل الوفاة يغفر. وكيف وأن الله لا يغفر أن يشرك به؟ إذا مت على الشرك. طب الصحابة كل اسمع كده، مش الصحابة كلهم كانوا مشركين؟ طيب أسلموا، تابوا، غفر الله له. قل لل... ارتد عن الإسلام يعني ده شرك، هل لي توبة؟ طبعا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شكرا، بارك الله فيك يا نقابي حياتي، بارك الله فيك يا طارق. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الشيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا. تفضل. حضرتك انا شغال في بنك، وحضرتك انا شغال في بنك، انا اللي بصرف في الفلوس. يعني حضرتك تيجي تسحب مثلا من حساب حضرتك 1000 جنيه 2000 جنيه انا اللي بصرفهم من حضرتك. فانا حضرتك انا ما بشاركش في موضوع الربا خالص، لكن لو حد جاي ياخد قرض من البنك لازم الفلوس اللي ياخدها تتصرف من عندي انا. هل انا كده؟ عفوا، هل انت ثابت في هذا المكان او ينقلوك كيف شاءوا؟ يعني بقعد في المكان ده ممكن اقعد فيه سنتين ثلاثه. على كل حال، اذا كنت تعمل في الربا او تساعد عليه تاثم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه. ابتعد. انا بصرف الفلوس بس. نعم؟ يعني هما بيصرفوا الفلوس من خلالي، يعني انا اللي قاعد على الشباك بصرف الفلوس. الله. لكن انا ما بعملش عقد الربا ولا بوافق عليه ولا اي حاجه، هما بس ربنا حاجه في المكتب ويقولوا له روح اصرف الفلوس من الشباك، فانا الشباك. انت مش شايف ان فيها شبهه على الاقل؟ والله حضرتك انا ما اعرفش، عشان كده بسال حضرتك. ربنا يوسع عليك ويغنيك من فضله، وابحث وانت في مكانك عن عمل اخر، واسال الله ان يوسع عليك. بارك الله فيكم جميعا. شكرا أخ فتحي، بارك الله فيكم جميعا، حفظك الله يا أحمد أبو شامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حال فضلك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. بارك الله لنا في عمرك وعملك. يا رب وإياك، تفضل. والله يا شيخ، أنا كنت في صلاة العشاء وكان صباع رجلي معور يعني، فهو نزل دم بسيط في الصلاة يعني، فهو يعني وسط السجاده يعني نزل عليها بقعه صغيره، فهل هذا يضر صحه الصلاه؟ لا، الصلاه صحيحه، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
شكرا، بارك الله فيك يا اخت رانيا بنت ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الو، اتفضل فضيله الشيخ. اتفضل، الله يحفظكم. انا بس كنت عايز فتوى، بس تشرح لي باستفاضه، لان احنا عايزين يعني نوصل لقرار فيها. ايوه. انا كنت مشاكل مع زوجتي، انا اتصلت بحضرتك بس ما يعني ما استوعبتش من حضرتك الموضوع يعني بسهوله، فياريت تشرحولي الموضوع. يعني السؤال، ما السؤال؟ السؤال ان انا كان في مشاكل مع زوجتي. ايوه. كانت غضبانة في بيت اهلها. نعم. وبعد كده كان في حد بيتوسط عشان يعني الامور ترجع وكده. انا حلفت بالطلاق، ما هي رجع واطلقها، ان انا هطلقها يعني. ما اللفظ الذي قلته بالضبط؟ اللفظ اللي قلته بالضبط قلت له عليها الطلاق، ما هي راجعه ولا اطلق. وتريد ان ترجع عن هذا الكلام؟ ما هو حصل الطلاق ضد الشيخ بعدها بشهر ونص. طلق ده. طلقتها بعد شهر ونص. اذا لا شيء عليك، ومحسوب عليك تطليق. محسوب يعني الاثنين واحده. نعم، الاثنين واحده. طب ما هي فضلت الشيخ خلال الشهر ونص ده اللي بعد القسم اللي اقسمته لغايه فتره الطلاق عند المأذون، كان يعني كنا بنكشف في بنتي والتقيت بها في الشقه يعني في الشقه. انت قلت علي الطلاق هطلقك، صح؟ لا، قلت علي الطلاق، ما هي ما هرجعها ولا اطلقها. ايوه، انت رجعتها؟ هو مش بنيه رجوع، انا لما اقسمت القسم. ايوه، ما انا جاوبتك باختصار يا اخي الكريم، انت طلقت ونفذت عند المأذون. ايوه حصل، هذه تطليقه، خلاص وفيت بكلامك. طب يا فضيله الشيخ، انا اللي جالجني بس انه الفتره اللي في النص دي حصل فيها لقاء معاها وجماع. ايوه، بس انت اصل انت ما حددتش متى ستطلقها، اليوم غدا؟ وبعدين انت ما رجعتهاش البيت. يقول زوجي طلقني 3 تطليقات، الاولى قال انت طالق، وهو كان بيقول نيتي كانت في زوجتي الاولى. لا، كلامه غلط، لان اليمين على نية على ما يصدقك عليه صاحبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ، انا قدر الله يعني مشيت من شغلي، رحت عشان اعمل مؤدي عشان اروح شغل تاني، فقالوا لي احنا دقنك، يعني قالوا لي كده، مش قالوا لك ايه؟ احلق دقنك، احلق لحيتك. اه، انا مش عارف هل انا اعمل ايه، وبعدين انا بقالي فتره لا تحلق لحيتك إلا إذا كنت مضطرا، وأنصحك بالثبات، وربنا سيجعل لك فرجا ومخرجا. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. من فضل حضرتك سؤال، هو في واحد انتحر، هل من حق أهل القرية إن هم يدفنوه في المقابر بتاعتهم؟ نعم، يدفنوه في مقابرهم. نعم. إيه؟ يدفنوه في مقابرهم. طب لو رفضوا، ده من حقهم يعني إن هم يقولوا لأ؟ لا لا، أين سترموه يعني؟ أين يدفن؟ بل يصلى عليه عند الجمهور من العلماء. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفضل؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. كنت بستفسر بس، أنا عندي أشتات في بنك مصر ومقيم في دولة عربية السعودية. تمام. عندك إيه عفوا؟ عندي حساب في بنك مصر. في مصر يعني، وأنا مقيم في السعودية يعني. طيب. تمام، شغال في السعودية. فالله يبارك لك، معايا الصرافة، والصرافة ساعات بحتاج مبلغ مثلا هنا اسحب، بسحب منها من الصرافه المصريه طبعا، فبسحب بالريال. تمام. فهل الله يجزاك خير دي فيها شبهه او فيها شيء؟ لا ابدا، يعني انت تودع الفلوس في مصر بالجنيهات المصري. الفلوس بحسابي من مصر. ايوه. وبعدين تسحبها في الامارات بالريال او بالدرهم، والقانون يسمح بذلك، القدر المسموح به.
ايوه لا بأس. نعم لا بأس لا بأس. شكرا. لا يا حبيبي نقول يقع الطلاق الثاني واحدة يا عبد الرحمن. نعم طلاق واقع واحدة مرة. تمام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ما حكم تعلم القرآن من شخص صوفي ولكنهم يعني بلغوا في علم القرآن صاحبها يعني صاحبها كبير في علم القرآن والقرآن. أكثر معلم القرآن في مصر صوفيون. نعم. فإذا كان لن يؤثر عليك في العقيدة ستأخذ من القرآن فقط خذ من القرآن فقط. إذا هذا ليس من تسجيل لأصحاب البدع؟ لا ليس. إذا وجد غيره على نقل السنة لا بأس. يعني اللغويون أكثرهم هكذا والصوفيون أكثر والصوفي والمعلم القرآن أكثرهم هكذا. فيعني هنعمل إيه؟ نأخذ بقيد ألا نتضرر في ديننا. شكرا. سنقل الدين ضمانات بتاعتي وأنا أطلقك والثالثة نفس الثانية أعطيني الضمانات وأنا أطلقك لا تحسب طلقة إلا إذا طلق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد الله أشكره. الحمد لله. يا شيخ هل هناك تعارض بين قوله تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبين منهاج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؟ لا أنت لا تطرح السؤال بهذه الطريقة. أنت تقول هل هناك تعارض بين الآية وبين منهج أهل السنة؟ كلام الله أهل السنة على الكتاب العزيز. سؤالك يوضح كيف أوفق بين الآية وبين ما قاله أهل السنة كذا وكذا. نعم. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ مسعد منصور بارك الله فيك وفي ذريتك. أقول لك يا صاحبي الآية الكريمة تفهم بضميمة قول الله تعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الوجه الثاني أن من العلماء من حمل الخلود في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قالوا الخلود طول المكث. الشيء الثالث قال الطبري قولا فجزاء جهنم إن جازاه خالدا فيها ومأواه إلى آخر الآية فجزاء المستحق. الرابع أن ذلك منزل على الاستحلال المستحل. بارك الله فيك. الله يكمل. ذهب المرأة سنويا يفوت شبناه. ذهب المرأة سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم بارك الله فيك. يقول هذه سبيلي. تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يوفقنا وإياك ثبتنا وإياك على الطاعات يا رب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ والله بخير الحمد لله. والله احبك في الله. والله احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال خاص. رقم الهاتف الخاص 0-1-5-3-3-3-8-3. شكرا. بارك الله فيك يا وليد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لا أنا اسمي محمد وأنا عايش بالسويد. وشيخنا نحن مضيقين علينا كثير وعم يصير في حرق للقرآن وأنا عندي طفلة عمرها 5 سنوات وطالع قرار أنه إذا بتقول للطفلة حرام وحلال فيها سجن لمدة سنة. إذا قلت لابنتك حلال وحرام وحتى العمرها 5 سنوات سجن لمدة سنة؟ نعم. يا لطيف. أيوه بعد. وتم حرق القرآن تحت منزلي من فترة أمام عيني. ف
فانا شيخنا خايف على عيلتي وعلى اولادي. كنت عم فكر انه اخذ قرض من البنك واهرب خارج السويد، اخذ عيلتي واولادي واهرب اشتري بيت وعيش خارج السويد في بلد مسلمه. هل هذا حلال ولا حرام؟ وسدد القرض ولا لا؟ لا ما راح سدده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا لو حد بيعمل عمرة وهو في الطواف، هل لو نزول تقعد يعيد الأشواط من أول ولا يكمل؟ يكمل. يكمل جذوب الأخرى. وياك شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عمرو. تفضل الله يحفظك. شيخنا ما رايك في الشيخ اسامه عبد العظيم؟ السلام عليكم، نسال الله ان يعافيه بعافيه من عنده. الشيخ مريض، ادعو له بالشفاء. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. كنت سألتك يا شيخ مصطفى في سؤال من حوالي 6 أو 7 شهور. ايوه. ولكن الامور كانت معقدة فانا تقريبا ما وصلتش السؤال بشكل صح. وبعد. هحاول ان انا هسأله دلوقتي بمزيدا من التفصيل يعني. اتفضل. دلوقتي انا شغال مندوب مبيعات في برنامج على التليفون هو لبيع المواد الغذائية. البرنامج ده هو عبارة عن وسيط ما بين تجار التجزئة زي السوبر ماركت او الكشك او محل الموظفات وما بين الناحيه الثانيه تجار جمله. البرنامج كان شغال، هو البرنامج الشركه هذه لا تملك بضاعه ولا تملك مخازن ولا تملك توصيل. كل الفكره ان هو على البرنامج بيعرض بضاعه التاجر واثنين وثلاثه واربعه، والتجزئه بيدخل يختار البضاعه اللي هو عايزها وبناء عليه التاجر اللي وقته بيوصله البضاعه. تمام كده يا شيخ مصطفى؟ ايوه. السؤال هنا بقى، من حوالي 6 أو 7 شهور الشركة قررت ان هي تشتغل في الآجل، فوقتها احنا استغربنا ازاي يا جماعة هنشتغل في الآجل واحنا وسيط، احنا لا نملك بضاعة ولا نملك اي شيء، ازاي هنشتغل في الآجل؟ قالوا ان احنا هنسلف الفلوس بتاعتنا للتاجر ان هو يسحب بها بضاعة، او بمعنى اصح على كلامه ان احنا هندي فلوس او هندي بضاعة لتاجر الجملة يخليها عنده. لا عفوا عفوا لن استوعب معك بهذا الطول، كلمني على الهاتف الخاص وسجل ورائك. نعم تفضل يا شيخ. بقول كلمني على الهاتف الخاص حتى اكتب ورائك مسألتك وادرسها بدقة. شكرا. نعم يا شيخ. وانا حاولت على مدار الايام الماضية ولكن للاسف ما كانش حد بيوطي يعني. والله بس كلمني مرة ثانية وإن شاء الله بإذنك يا رب نرد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك، الإنسان إزاي يعرف الإنسان إن هو مثلا لو مريض بقاله مدة طويلة، أمراض بسيطة يعني زي الناس بتتعب بها عادي بس مريض وحياته كلها متوقفة على المرض ده، وإزاي يعرف إن هو مثلا ممكن يكون مسحور أو محسود؟ على أي حال لا يعنيك كيف تعرفين، ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات واستمري في الدعاء، ولا مانع أنك تعرضي نفسك على طبيب مسلم ثقة أو طبيبة مسلمة ثقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. شكرا. يا دكتور جمعة أنا أحب السائل ما يسألش عن أشخاص، يسأل عن مسائل. مسائل نستطيع نجيب عن مسائل، أما الأشخاص ألزمني أكون استقرأت أحوالهم تماما وأنا لم
لا يعنيني استقراء أحوال الناس تماما، اسأل مسائل معينة يجيبك عليها كتقييد على هذه الصفحة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كان عندي أخ في الرضاعة، أمي مش متذكرة رضعته 5 ساعات. ابتعدي عنه أسلم لدينك، لأن الخلاف قائم بين العلماء في عدد الرضعات المحرمات، والجمهور يقولون الرضعة الواحدة تحرم. لأن أنا وأنا صغيرة مقتنعين إنه أخويا وكنت بقعد قدامه غير حجاب. يعني أنت عايزة تتجوزيه يعني ولا إيه؟ يعني تريدين إزاي؟ لا يقطع دلوقتي يعني؟ لا يقطع دلوقتي، الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا بسأل عن حكم شقق الإسكان اللي هي مشروع سكن لكل المصريين، وهل تنفع عن طريق بنوك إسلامية زي بنك فيصل أو بالظبط؟ والله أختار لك أن تبتعد تماما عن هذا. وذلك لأن هذه البنوك، يعني لو طلبنا من البنك الإسلامي أنه يعمل عقد المراوحة. يا أخي كل هذا ربا يا أخي، ابتعد عنه، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك عبد المنعم. تفضل شيخنا الفاضل. تفضل الله يرفع قدرك. عاوز اسالك في مساله صلاه البيت، عشان المساله دي فيها لغط كتير. صلاه ايه؟ صلاه الرجل في البيت. صلاه الرجل في البيت. ايوه عشان المساله دي فيها لغط كتير. ولا لغط ولا حاجه. الم يقل الله واركعوا مع الراكعين؟ واركعوا مع الراكعين؟ يعني هل يجوز ام لا يجوز؟ اوكي اكمل ما الصلاه في البيت، اكمل الكلام بس. ماشي تفضل. شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر رجلا فيؤم الناس ثم اتخلف الى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم لما جاء يستأذنه في الصلاة في بيته ويقول: إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قيد يقودني، فرخص له. ثم لما انصرف دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين. أما إذا صليت في بيتك، نعم الصلاة صحيحة، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الضعيف، ولكن أراك تأثم لتخلفك عن الجماعة بدون عذر. بدون عذر. هناك من يقول ليس هناك إثم لأن كتبت لك درجة فلا يعني الإثم، ولكن الذي أختاره الأدلة التي ذكرت ولغيرها أنك تأثم إذا تخلفت عن الجماعة بدون عذر، والله أعلم. جزاك الله خير. بالله عليك شيخ أمين، أعوذ تدعي لأولادي. الله الله يبارك لك ويبارك فيك وفي ذريتك يا رب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله بخير. شيخنا كنت أنا سؤال مع باشمهندس. ها؟ مشكلة مع زوجتي وكده. نعم. عملت مشكلة مع زوجتي. حاجة سمعني كده؟ عملت مشكلة مع زوجتك وبعد؟ نعم. وقلت لها روح عند والدتي، قلت لها لا ما تروحيش. فقالت لي لا اروح، قلت لها لا ما تروحيش والله ما انت رايحه. قالت لي انا مش مزاج، ما انا رايحه ومش راجعه تاني. قلت لها خلاص على طالما ما انت رايحه عند اللي هو نازله الا ما تقولي. راح راح. وانت بالطبع كنت تقصد التهديد. ما هنا عم الشيخ مش عارف تعبر النيه. انا كنت بتكلم معاها انا ابني على غالب نيه المصريين انهم يقصدون التهديد، فعليه كفر كفارة يمين ولا تحسب تطليق. شكرا لك.
حكم دعاء القنوت للمنفرد في قيام الليل؟ لا بأس بذلك، بل ويستحب فيما اختار، لأن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، في رواية في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. يقول: هديت علبة شوكولاتة هدية إلى شخص فراد إرجاعها، فأقسمت بالله ألا يعدها إلا أنه أعادها، هل يلزمني كفارة؟ الظاهر لي والله أعلم أنه لا يلزمك كفارة، لأنك غلبت على ذلك ولم أصل، يعني يميلك إنما هو على غيرك ليس على نفسك، ليس على نفسك. هو قال لك لا، لا بد أن أعيد، مصر على ذلك، فأنت ما وقعت مختارا، لأنه فرض عليك إرجعها. السلام عليكم. تتحلف على نفسك إذا كان الأمر بيد نفسك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال بعد. تفضل، الله يحفظك. لو واحد بيصلي الفرض تمام وبالسنن بيقطع، يعني يوم أصلي سنة مثلا يوم تاني ما صليش، يعني زي كده، فإيش الموضوع؟ السنن لا يأثم من تركها، لكن يفوته خير كثير. وهذا كونه لا يأثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال لهم: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص والله. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. تمام، يعني الواحد ما فيش عليه اسم لو يعني قطع، يعني يوم مثلا صلي السنة ويوم تاني ما صليش. السنن لا تأثم إذا تركتها، لكن يفوتك خير. شكرا. بسم الله، كريم إبراهيم وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، أشهد الله في عليه أنه أحبك في الله. أحبك الله اللي أحبتنا فيه. أسأل الله الذي على عرش استوى أن يطيل في عمرك ويحسن عملك إن شاء الله. وإياكم. سمير سمير ولا أبو سمير؟ أبو سمير مع حضرتك. تفضل يا أبو سمير. عندي سؤالين يا شيخنا. سأل يا أبو سمير. لو أنا داخل المسجد وحصلت الإمام في التشهد الأخير، نعم، أنوي ولا أنتظر جماعة تانية أفضل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأنت أدركت صلي. تمام، شكرا. آسف يا أبو سمير، قطع الخط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا الحكم النقاب الذي يحدد حجم الرأس. حجم الرأس؟ وكل الناس لها رؤوس يا عمي، يعني في نقاب يحدد حجم الرأس؟ إيه المشكلة يعني ما يحدد حجم الرأس؟ ما المشكلة إذا حدد النقاب وحجم الرأس؟ كل الناس لها رؤوس، الرأس فتنة؟ طيب، حديث إني أخشى أن يصف حجم عظامها لا يصح. يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال تاني يا شيخ. تفضل. هل يجوز الدعاء على يعني في بعض الأشخاص من الفئات الضالة بيخرجوا في التلفزيون والسوشيال ميديا يبثوا أفكار غرض منها يعني نشر التبرج وتفكيك الأسر المصرية وكده، يجوز الواحد يدعي عليهم ربنا يعجل بهلاكه مثلا او كده؟ على في بينك وبين الله يعني؟ بينه وبين نفسه، تغرق بالسياره ولا كده، شفت له فيديو ولا حاجه ولا كده، ادعي عليه مثلا اقول ربنا. اذا كان معروف بالافساد في الارض يجوز. ما هو من الافكار اللي هو بيحكيها مثلا يعني. انا بكلمك على يعني هل سيرته العامه هكذا؟ اذا كان سيرته العامه هكذا، فربنا يقول في كتابه الكريم في شأن موسى عليه السلام، قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك،
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأيضا أكلم هو طيب طيب اصبر اصبر عامل حاله شيخ اصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قيل وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجرة والدواب. وقد قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، بعد وفاة الوالد لو في قطعة أرض تم بيعها بعد وفاة الوالد بثلاث سنوات. طيب. هل الزكاة بتجب فورا على الفور؟ يعني مجرد ما نبيع قبل تقسيم يعني قطعة الأرض على الوارثين يعني؟ كانت تفضل كانت أموال نقدية؟ لا قطعة أرض. قطعة أرض أنت استلمت قطعة الأرض بعد 3 سنوات من فوات من وفاة الوالد. لا استلمتها مباشرة بعد وفاة الوالد، لكن تم البيع بعد 3 سنوات. ليس عليها زكاة إلا إذا مضى على ثمنها سنة منذ بيعها. منذ بيع يعني ايه؟ يعني مجرد ما تتباع بعد 3 سنوات دي كل واحد ياخد نصيبه، لكن لا يجب عليها فوق على الفور في ساعتها الزكاة. ايوه كده؟ تنتظر سنة اذا بلغت النصاب. وكل واحد بيطلع على نصيبه لو بلغ النصاب بعد سنة. نعم. لكن على الفور بعد ثلاث مجرد البيع لا. قد اجبتك. معلش ايه يا شيخ؟ اجبتك نعم. بعد ان تتملك المال يمكث معك سنة إذا كان بلغ النصاب. ونفس الكلام حتى لو طالت المدة، يعني لو في قطعة أرض تانية عارض 10 سنوات. ما في مشكلة أيضا. نفس الإجابة. تمام. الله يكون خير. شكرا. السلام. والصلاة والسلام وبركاته. يا ربي. بارك الله فيك يا دكتور عمرو بن عبد الهادي. يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يزيدك علما يا رب. فيك يا رب، اتفضل. بقول لك يا شيخ مصطفى، فتوى معينة، وهل ممكن أن يتصور الرجل مع بنات عمته في مناسبة عائلية؟ لا، انتبه. لا يجوز. أيوه. ولا حتى يعني صور جماعية يعني. انت مالك ومال النسوان؟ استحي على نفسك. لا ايه دخلك؟ بس يعني خطبه كده يعني مثلا الحال. انت اللي هتخطب ولا انت شيء؟ الخطبه تحكي. لا مالكش دخل بولاد عمتك، ولاد عمتك اجنبيات عنك. ايوه انتبه. الله يحفظك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد. الحمد لله. حضرتك لينا يا شيخ الاسلام، ما حضرتك اللي بكلمك دايما. يا مرحبا واهلا وسهلا يا اسلام. انت منين يا اسلام؟ من البلاد؟ من القاهره يا شيخ. قلت لحضرتك من القاهره وعايز اجي لحضرتك والله يا شيخ. من اي القاهره يا اسلام؟ من القاهره، من مدينه اسمها مدينه الشروق. ماشي، عانك الله، اتفضل. الله يكرمك يا شيخ. انا بقول لحضرتك ممكن اجي في اي يوم من صلوات الظهر. ماشي. اي يوم عادي ولا ايام محدده يا شيخ؟ لا تعالى اي يوم عادي، صلاه الظهر اي يوم عادي، بس قبل ما تدخل البلده يتصل بي، لان احيانا تكون في كمان شرطه على المداخل البلده ممكن تاخذك. ماشي، ربنا يحفظك يا شيخ. بقول لحضرتك سؤال يخص المواريث. ماشي. يخص الصلاه. اتفضل. السؤال الاول بخصوص الصلاه، لو انا دخلت وصلت السنه والإمام بدأ إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة السنة أكمل صلاة السنة لقول ربنا سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة،
فيعني لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. فهمت يا إسلام؟ أنت فهمت؟ أيوة إن الحديث مش في محل السؤال بتاعي ده. أيوة. أنا هكمل صلاة السنة عادي. ماشي. طب كيف تشرح الحديث؟ مش سامع حضرتك. ما معنى إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن؟ إن ما بدأش في صلاة السنة. ها؟ إن ما بدأش في أي صلاة إلا بقى مع الإمام، يعني ما خليش أي صلاة بقى إلا بتاعت الإمام. ماشي أحسنت. لا لا شروع في صلاة. أيوة نعم. لنا عبد الرحمن ولا اللي عليه رزق. اتفضل يا حبيبي. واحد صاحبنا شيخنا توفى بس هو لسه ميت، وباباه عايش وممته ميتة. باباه عايش. انت لسه صغير. باباه ومامته، ابوه وامه. ابوه. ايوه باباه ومامته ده خلاص، كلش كبير كده وتقول باباه ومامته. ابوه وامه. ايه السؤال؟ ابوه عايش بس امه ميتة. ايوه ماتوا عايشين، ازاي يقسموا مراته هو؟ يعني هو مات الآن؟ هو مات. ترك من بعد وفاته؟ اخواته، اخوات ولاده، بنات واب. ابوها ياخذ كل شيء. الاخوات ما لهمش اي حاجه. ابدا. ابوها عايش. اخواته من الاب ولا من الام ولا ايه؟ اخواته شو؟ من نفس الاب ومن نفس الام. ليس لهم اي شيء، الاب ياخذ كل شيء، يعني رجل ما او رجل مات له اب وإخوة وأخوات، الأب يأخذ كل شيء. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يرحمه والدينا ووالديك المسلمين يا رب. ربنا الله يكرمك. السلام. كذا عبد الرحمن ولا إيه؟ كذا عن تمشي. توكلنا على الله. السلام عليكم. هل يجوز أداء العمرة عن شخص حي؟ نعم يجوز يا حمدي خريب. قل هذه سبيلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك، هو أخويا هيعمل فرحه إن شاء الله، هيبقى فيه اختلاط وأغاني. قل إن شاء الله. وانا مش عايز احضر الفرح، بس هيترتب على ده ان ابويا وامي هيزعلوا مني واخويا. يزعلوا؟ ما تروحيش، لا تذهبي. وانا كمان منتقبه، فهما بيقولوا لي عادي ان انت تحضري فرح وانت منتقبه. فانا يعني متضايقه من الموضوع ده، وحتى جوزي بيقول لي لا لازم تروحي عشان اخوك ما يزعلش منك، حتى لو رحنا سلمنا عليه ومشينا. طيب اقول لك شيء، يغضب منك ربنا او اخوك؟ لا طبعا ربنا. خلاص إذن أطيع الله، ولو غضب أبوك ولو غضب أخوك ولو غضبت أمك ولو غضب زوجك، طاعة الله أولى، طاعة الله أولى. أنت شخصية الحمد لله من عليك يا ربنا بالاستقامة وبالنقاب وتغطية الوجه والحياء، لا تذهبي في وسط مزيكة ورجال ونساء وشباب متداخلين مع بعض. ابتعدي. المرأتان قالتا لموسى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يبعد الغنم عن الناس. وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والعذر لأن أبونا شيخ كبير. فأنصحك لله تحافظي على دينك وعلى وقارك، ولو غضب الأب ولو غضبت الأم ولو غضب الأخ ولو غضب الزوج، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. شكرا حضرتك، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ويحفظك. بارك الله فيك يا مروان بن الصديق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل زادك الله من فضله. الله يبارك فيك. في حديث الرسول يقول إذا حب شخص، إذا حبيت شخص لازم تقول له. تقول له؟ أي في حديث، في حديث كده. إذا حب أحدكم أخاف فليخبره. أخاف فليخبره. أيوة. هذا الحديث صحيح؟ حسن. حسن. له شواهد حسن به. مسألة بس عاوزة يا شيخ مش علم.
عاوزنا عليه؟ أتواصل معك بس مش على المباشر. خذ 0-1-5-3-3-3-8-3. الله يبارك فيك. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي قال لي لو خرجت بدون إذني هتبقي طالق. وأنا خرجت رحت بيت أبويا. وبعد ما خرجت بيقول لي الناس أنا ما طلقتهاش. موضوع طلاق معلق ينظر فيه إلى نيته عند كثيرين من العلماء، وهو يقول تهديد فقط، يكفر كفارة يمين. طيب، طب حضرتك هو يعني هو بيكذب، يعني ممكن يقول أنا في نيتي عدم الطلاق. خلاص مالكيش دخل بيها، هو المسؤول أمام الله. طب أنا مش عايز أرجع له يا شيخ. ارفع يعني قضية خلع، اختلع منه. انا هو حد طيب، هو حضرتك كان مطلقني غيابي عند مأذون في مره، المره الاولى، الطلقه طيب. الاولى والطلق، وانا إيه؟ انا رجعت وعشت معاه، وكان بيقول للناس ده هي عايشه في البيت لوحدها وانا قاعد عند مامتي، وانا ما رجعتهاش وهو كان عايش معايا. وترجعت له ليه؟ طيب هو قال لي رجعي وبيتك وكده، رجعت وبعد ما رجعت غلطانه طبعا، ما وثقش الرجوع عند مأذون. هو كان مطلق رسمي عند مأذون لكن ما وثقش الرجوع عند مأذون. يعني انت الان لست بزوجة الله على الورق. ايوه انا لست بزوجة الله على الورق. أيوة. وبعدين قال لي لو طلعت بدون اذني هتبقي طالق. لا خلينا بقى من المشاكل دي الان. دلوقتي انت الان طلقت على الورق صح كده؟ ايوه ورجعت بعدها. رجعتي، مين اللي رجعك؟ ابوك ولا لوحدك كده؟ لا هو كان في مشاكل بينه وبين اخواتي، فقال لي تعالي، فانا يعني عرفت ابويا ورحت مع ناس اصحاب ابويا يعني واختاروني لحد هناك، فهو بيت عيله، فهو قال للناس ده هي قاعده هنا تقضي عدتها وانا مش عايش معاها، هو كان عايش معايا وقتها. عفوا، انت مكتوب في قسيمه الطلاق ايه بالضبط؟ طلقه رجعيه، مطلقه طلقه رجعيه، طلاق غيابي. هو كان مطلق غيابي تطليقه رجعيه. ايوه. طيب وبعدين انا رجعت له، رجعت في العده. ايوه ما هو بدم رجعك في العده خلاص طلقه رجعيه، بس هل المأذون بيكتب طلقه رجعيه كده؟ مكتوب ان هو طلاق رجعي، طلقه واحده رجعيه. طيب وبعد ما انتهت العده ما عدلش ال؟ لا انتهت العده وانا معاه، كنت حامل وانتهت العده وانا معاه، وما رضيش يوثق الجواز لانه قال للناس ان هي مش مراتي وانا مش عايش معاها. طيب معاي. هو كان عايش معاها. انت من انت من مش مراتي وانا مش عايش معاها. انت من الناحيه الشرعيه زوجه له، من الناحيه الشرعيه زوجته. ليه؟ لان هي تطليقه رجعيه ورجعك في العده. ايوه خلاص زوجته. طيب هو انا مشيت بدون اذنه وقال لي لو كلمت ابوك تبقي طالق ولو كلمت اخواتك. ما انا بكلمك طلاق معلق يكفر كفاره يمين، لكن شوفي مشكلتك انت في الورق، اسالي محامي ماذا نصنع. ما هو اصلا يعني القاضي اللي بينظر في الاوراق دلوقتي هو كان قايل له انا ما رجعتهاش. خلاص مش القضيه عند القاضي الان؟ اه خلاص نسمع القاضي يقول لي. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. حضرتك كده تماني؟ اه الحمد لله. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا وزوجي في بينا مشاكل وكده، يعني إحنا عايشين مع بعض بس يعني في الغالب هننفصل، تمام؟ هو مش راضي بوسيلة منع حمل، وأنا عارفة إن شرعًا لا يجوز غير بالاتفاق، فهل ينفع إن الواحد يعني يستخدم حاجة ولا شرعًا ما ينفعش؟ يعني أنت تريدين الإنجاب وهو لا يريد الإنجاب؟ هو لا العكس، يعني احنا عندنا مشاكل وانا عايزه انفصل، فهو يريد الانجاب عادي، وانا يعني متخوفه من الموضوع ده عشان لو هنفصل وانا معايا طفل غير وانا معايا طفلين، فكنت عايزه اسال حضرتك يعني ده يجوز ان انا استخدم وسيله من غير علمه ولا ما ينفعش؟ لا لا يجوز، لازم ما دمتي معه تقولين له انا خلاص، هو من حقي يعني ان يرزق باولاد. من حقي ان يرزق باولاد، والزواج من اجل مقاصده الذريه. فانت دلوقتي سؤال تاني معلش، انت فهمت الاول ولا يعني تكذبي عليه وتغشي؟ لا يعني هو موافقش، فانا كنت عايزه اسال شرعا يعني. انت الان تريدين الانفصال انفصل، لك تعيشي معه وتغشيه وتاخذي وسائل منع حمل غشا ولا تخبريه ستتحملي اسم؟ لا
طيب جزاك الله خيرا. سؤال تاني يا شيخ معلش بسرعة. الزوج هو مشكلتي معاه ان هو يعني حريص شوية وكده، هل ده سبب لان انا اطلب طلاق ولا ان انا لو مش عايزة انا يعني اختلع؟ يعني هو حريص في الانفاق علينا بس زيادة، يعني مثلا في اللبس في الاكل في كل حاجة، ما اقولش بخيل لك بيجيب الاساسيات بس، انما والاساسيات على قد جدا، انما في اغلب الحاجات يعني جدا جدا مسألة يعني لدرجه انا مش عارفه اعيش معاه. خدي من جيبه كده 10 جنيه 20 جنيه بدون اذنه. نعم. جاءت هند الى رسول الله عليه السلام قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. جزاك الله خير. الله يسلمك. مش مسألة الطلاق. بارك الله فيك يا تلية القرآن. ولا تتخذ يا أمينة بنت عبد الجليل، مش ولا تتخطى آيات الله هزوا، ولا تتخذ آيات الله هزوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ياكم بركه من 10 دقايق كده بس المكالمه قفلت على ما اعرفش ايه السؤال. كنت بس بسال ان هي بتقول الدكتور ما عرفش ان الكلام ده بتقول لي كفاره كمين. نعم نعم قاعد سؤالك قاعد السؤال. بقول لحضرتك بقول لك يا شيخ انا كنت قلت لزوجتي عليا قرار ما انت راح عند والدتك الا لما تقولي لي، قلت لي انت ليه كفاره كمين، فانا ما عرفتش لقيت الاجابه بس. ما هو وكان في سؤال تاني معلش. خلاص كفارة يمين وخلاص هذا الجواب. تمام. كنت انا بقى عامل حاجة تانية معلش انا هاتف. ايه لازم. كنت بنت اختي حصل بينها وبينها مشكلة وكبرت شوية، فحلفت ان هي انا هاتف يعني حلفت ان هي تحرم عليا زوجتي زي ام اختي ان كلمتك تاني. وجت بلفت الايام وكده وجي فرحها والكلام دوت وبنت اختي اللي خدها وكلمتها. كفارة ظهار يا حبيبي، عليك كفارة ظهار. عليك كفارة ايه؟ ظهار. طب ايه هي كفارة ظهار يا شيخنا معلش انا اسف؟ صيام شهرين متتابعين، ان عجزت اطعمت 60 مسكينا قبل ان تجامع زوجتك. تمام. ومين الطلاق بتاع دوست ده في كفارة يمين اللي هي قد ايه؟ اطعام 10 مساكين فقط. ده ان شاء الله خير يعني ان شاء الله يستر. الله يستر. مشاكل الزوجية كبيرة، اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب. لا بد أن نعمل دروسا في أبواب المعاشرات الزوجية. نقول لي ابن يريد الزواج زوجه، إذا كان معك قروش زوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. دلوقتي أنا من حوالي 17 سنة ولدت بنتي. وبعد دخل علي رمضان بعد الولادة بخمسين يوم بالضبط. طيب. اتصلت بال حضرتك سامعني؟ اسمعك. ولدتي ودخل عليك رمضان بعد الولادة بخمسين يوم. بعد خمسين يوم اتصلت على دار الافتاء وقالوا لي لا ده ما يعتبرش، كان الدم لسه ما وقفش علي. اتصلت بدار الافتاء قالوا لي لا ده ما يعتبرش دم انفاس، ده انت صومي. فانا صمت 10 ايام كمان وقعدت، يعني الدم انقطع بعد 60 يوم. دم ولا انت موسوسة يا اختي؟ لا دم. دم. أنا كل مرة في الولادة بعد 60 يوم. دم يعني ولا أنت ظنا؟ لا دم. دم حيض. دم زي دم الحيض والنفاس. لا خلاص تستني تعيد العشر أيام. أعيدهم تاني. طب وبرضو كان في ابني التاني نفس الكلام، واتصلت بالدكتور طبيبة وقالت لي لا ده برضو ما ده حالة مرضية مش دم نفاس. يا أختي أنا بكلمك أوت، إذا كان دم نفاس لا يصلح أن تصن وأنت نفساء. إذا كان دم مرض نتيجة مرض خلاص صيامك صحيح. أنا ممكن أقضي عنهم لأن الصيام بالنسبة لي صعب جدا. أيضا عنهم وسوستك هتخليك من قال له عقله تعبته رجليه كما يقول المثل المصري. ما فيش صوم خلاص خلاص ما دام شكة صوميها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاء الله. احنا عندنا سلسلة فقه التعامل بين الزوجين عبد الرحمن على اليوتيوب. على اليوتيوب. ماشي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ علي القعيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. درست التجويد بس حاجة بسيطة يعني. ايه؟ درست التجويد حاجة بسيطة يعني. درست تجويد القرآن. درست التجويد حاجة بسيطة وبعد؟ وطبعا المحافظة بتاعتي كانت بتقول لي يعني لو ما عملتيش جيت عند المد أربع حركات، ما عملتوش أربع حركات تأسمي وست حركات تأسمي. فأنا زي اللي حصل ايه وسوسة؟ لا ما في اسم ان شاء الله. الافضل كل ما اقرا القران احس بالذنب. فهل يعني مثلا لو جيت مثلا الموضع الذي يلزمه المد وما مدت او حتى الست حركات عملت اربع حركات او اثنين انا كده علي اسم؟ ليس عليك اسم، بارك الله فيك وحفظك الله. ماشي جزاك الله خير. لكن الافضل 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 ان تجود القرآن وتتقن القراءة، لكن ليس عليك اسم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل صديق الأب إذا كان ولي البنت في حضور الأب هل العقد صحيح؟ صديق الأب إذا وكله الأب لإبرام عقد النكاح فلا بأس، فحضور صديق الأب مع الأب العرس وقول الأب له زوج البنت هذا توكيل في حضور الأب ورضاه. أيوة نعم بس هو صديقه مش عمها. أيوة بس الوالد وكله. نعم خلاص العقد صحيح لا توسوسي. وبعدين من اللي وقع في قسيمة الزواج؟ لا من اللي وقع في قسيمة الزواج؟ صديق الأب. صديق الأب بتوكيل من الأب له. أي حضوره. أيوة مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. معك محمود هاشم من شرقية مركز فاقوس. يا مرحبا يا محمود ابن هاشم من شرقية مركز فاقوس. تفضل حبيبنا. شاء الله يحفظك. كان عندي سؤال كده بعادل. تفضل. دلوقتي اخويا فاتح محل حلويات طول العام يعني. ها؟ اخويا فاتح محل حلويات. طيب الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي هو يعني يعني هل يجوز ان هو يبيع حلوى اللي هي المولد يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز يجوز في يعني في الوقت ده ولا ايه؟ لا في مشكلة ان شاء الله اذا باعها ما فيش مشكلة. إيه لو باعها في الوقت ده ما فيش مشكلة انا عادي. ان شاء الله ان شاء الله. انت بتاكل في حلوى المولد ولا لا؟ لا انا عادي يعني انا طول السنة باكل الحلوى. ماشي. طول السنة بناكل حلوى شيخ. ماشي طول السنة بتاكل حلوى مبارك عليك الحلوى الله يبارك. بارك الله فيك يا رشا بنت علي وفي أهل بيتك وذريتك الله يرضى عنا وعنكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ كان عندي سؤال. سلي. أنا المدرس بتاعي على النت يعني أونلاين. حاضر. مدرسي مش المدرس بتاعي. مدرس هي بتاعي هذا. ماشي. مدرسي على النت يعني عن بعد يعني. ايه. المذكرة بتاعته بتتشحن لينا. طيب. المذكرة بتاعته 150 وفوق. طيب. تمام بس احنا البنات هنا يعني قلنا خلاص واحدة فينا تاخدها والباقي يصورها. ايه. طب ده ينفع يعني؟ للاستعمال الشخصي او للتجارة؟ لا لا لينا احنا كبنات يعني كل واحدة تاخد مذكرة تصورها تذكر فيها بس. والله يا اختي اسمحي لي يعني وان كان رأيي يزعل احد انا مختار الجواز. انا مختار يعني الجواز. انت صورتي صورة لنفسك. صورتي يعني انت بتقول لي يجوز يعني ولا ايه؟ انا بقول يجوز. شكرا. العلم ينشر. انت صورتي صورة لنفسك خلاص. زميلتك الفقيرة المسكينة قالت لي صور الصورة معك ليست للتجارة. يعني حضرتك بتقول يجوز. تمام هذا اختياري. تمام
الله أعلم. لأول وهلة. لكن لو في لكن لو في عقود مبرمة بينكم إنك عاهدتيه ألا تصوري لغيرك اختلفت المسألة. شكرا. ما أنا معرفش هو مسامح ولا مش مسامح. ما يسم أنا أكلمك الآن يعني. انت وعدتي وعد انك لن تصوري نسختك لاحد؟ لا 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 ما انا هي واحدة هتجيب المذاكرة واحنا بس هنصور. الله يحفظك. بس هما ما يعرفوش. تفضلي ايه تاني؟ تمام يا شيخ انا الايام دي يعني حاسة نفسي بتقاعد كتير قوي في حفظ القرآن الكريم يعني حتى المراجعة مش عارفة اراجع ازاي. فلو حضرتك تديني يعني جدول باذن الله استمر عليه في المراجعة يعني عشان اثبت الحفظ يعني. انت طالبة في المدارس ولا في الكلية ولا لا؟ انا في الثانويه. الله يعينك على الثانويه. جزاك الله خير. قري ما تيسر لك في يعني جدول ما اعرفش اقول لك جدول لان الثانويه بتخل بالنظام. قدر الاستطاعه تستطيع تراجع كل يوم جزء. انت حافظ القران؟ والله ما زلت في مسيرتي يعني يا شيخ في حفظ القران. طيب الان راجع الذي تحفظينه حتى لا يتفلت منك. يعني كل يوم جزء تمام؟ كل يوم جزء تمام. الله يعينك. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. تفضل. حضرتك كان عندي سؤال ان انا طلقت مراتي اثناء مشكله وكان في بيننا وبين بعض مشكله وخناقه. وبعد؟ وقلت لها انت طالق. طيب. هل اليمين ده يقع؟ ورحت دار الإفتاء قال لي لا يقع. ليه لا يقع ليه؟ كنت مجنونا؟ انا كنت كسرت حاجات تحديدا. يعني كنت مالك امر نفسك ولا خرجت عن شعورك؟ خرجت عن شعوري. ربي يشهد عليك بكده؟ ربنا يشهد بكده. يعني فقدت التحكم في نفسك. في نفسي لان انا صعب ان انا اتعصب او شفت نفسي ما بتعصب. اذا كنت فقدت التحكم في نفسك لا يقع طلاقك. شكرا. بارك الله فيك يا اختي فهيمه بنت السيد. السلام عليكم. تفضل. يا رب اغفر لها. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. الله يوفقنا وياك واصلحنا وياك يا رب. ما عندي مشكله بس هي باختصار عشان الوقت. حدثت مشكله بيني وبين زوجتي. ايوه كل المشاكل الزوجيه كده يا جماعه. الله يصلحنا ويصلح ازواجنا وذرياتنا ويصلح بيننا وبين ازواجنا وذرياتنا. معاها حول تربيه ابني طفل. انا عندي طفل سنه ونص كده. ايوه. فالمهم اثناء النقاش معاها نرجت عليا وصوتت في الشارع وقالت ان انا خاطب ابنها ومدت ايديها عليا. وضربتك. انت مطلقها ولا ايه؟ لا هي على ذمتي. على ذمتك وصوتت في الشارع وضربتك. ومدت ايديها عليا. ومدت ايديها عليك وبعدين؟ وادعت ان انا خاطب ابني وكان ده في شهود معايا. فالمهم طبعا ذهبت لاهلها وعكست الكلام طبعا وقالت ان انا اللي ضاربها. المهم ما تطعنش في زوجتك كتير وتقول انها كذاب. الله اعلم. واهلها مصممين ان انا اروح اصلحها. قلت لهم انا عندي شهود تثبت اللي هي اللي مدت ايديها عليا. روح صالحها وانتهى الامر. ما تدخلش زيد وعبيد في المساله. زوجتك روح صالحها وهات وتلتئم المعيشه. اعوذ بالله من الشر الرجيم. يا ريت كلمتين كده وفي دروس حول التعامل بين الزوجين. والله ان شاء الله نفعل. ولك ايضا نصايح. تكبرش المسائل كده يعني. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يبارك. الامر سهل. روح لهم وخذ لهم هديه وهات بنت زوجتك وبنتك وتعال. قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. السلام عليكم. ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وإياك والمسلمين يا رب. عندي معلش يا شيخ كم سؤال بس كده إن شاء الله لن أطيل. تفضل. أولا مسألة صلاة السنة اللي هي الصلاة القبلية مثلا في صلاة الظهر أربع ركعات. ماشي. أقيمت الصلاة وأنا أصلي. هل أقيمت الصلاة أم ماذا أفعل؟ أقيمت الصلاة أكمل صلاتك.
لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، لا تبدأ صلاة جديدة. تمام ماشي يا شيخ، الله يسلمك. إن شاء الله يا شيخ مسعد بإذن الله إن شاء الله. أظن هناك يا عبد الرحمن على اليوتيوب بعض المحاضرات في هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا مسألة صلاة السنة اللي هي الصلاة. تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي يا عم الشيخ أنا حصل لي موقف كده من مثلا من فترة كبيرة، وأنا ماشي في الطريق كنت مثلا ابن 10 سنين مثلا كده. كنت من 10 سنين وماشي في الطريق. فلقيت مبلغ من الفلوس، كان ساعتها 100 جنيه. كم؟ 100 جنيه، 100 جنيه. الجنيه من 10 سنين، في انت في قرية فلاحين ولا في قاهرة؟ أنا في مدينة. يعني وجدت 10 100 جنيه في الطريق من 10 سنوات. اه. وكان عمرك 10 سنين. أيوه. طيب أنت الآن 20 سنة يعني، وبعدين؟ أنا لقيت وأنا ماشي في الطريق لقيت صاحبها. ليه صاحبها؟ بس انا ساعتها كنت عيل صغير ومش فاهم ان انا ارجعها له كده. يعني وجدت واحد يبحث عنها. لكن انت جمركتها اخذتها. فمن يوميها عدى سنين وانا برضو الحكايه دي في دماغي. ايوه. فتطلعها لله وقلت انها ايه عشان ما تبقاش في ذمتي. ايوه. تعرف صاحبها ولا ما تعرفش؟ بس اعرف صاحبها. للان؟ طلعتها كذا مره لله. بس انا برضو حاسس ان هي لسه في ذمتي وخايف ان انا اروح اقول له انا خدت منك كذا كذا يقول مثلا يحكي للناس او يشكك مثلا. لا حطها في ظرف كده وارسلها مع واحد طيب ما يقولوش مين، يقول لي دي كان دين لواحد من عليك له عليك من زمن فلوس جاء اعطاها لي اوصلها لك ولا يذكر اسمك بس من 10 سنين يعني كده. يعني مش فيها مشكلة، أنا قلت أقول كده بس أنا قلت أخد رأي حضرتك. لا بس تدفعها بقى كتير بقى كتر شوية لأن 100 جنيه من 10 سنين. ما هو ده اللي كنت أقول لك عليه، مثلا أطلعها في الضعف مثلا وأديها له ولا 3-4 أضعاف 5 أضعاف. 5 أضعاف. كده 500 جنيه حطها في ظرف كده وواحد طيب ابن حلال يذهب يقول له هذه رسالة واحد يوصلها لك أنا ما أعرف اسمه وخلصنا. وانت في الرساله كده اكتب هذه حقك دين، هذه حقك أيوة. عندي من زمن ولا تسمي اسمك. بارك الله فيكم بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا من المقربين، وأورثنا الفردوس يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا، ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.